كفو يا سعيد، قبل ما تحضر شنطة الملابس للسفر تجهز الجل المعقم. الحين الأوضاع متلخبطة شوي حول العالم، ويكثر الكلام والإشاعات حول فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد 19، واللي ظهر نهاية 2019 في مدينة ووهان الصينية. المعلومات الحالية تشير أنه مثل باقي الفيروسات من عائلة كورونا ينتقل من شخص إلى شخص عبر الرذاذ الملوث، يعني السعال والعطس والأيدي الملوثة. أبرز أعراض المرض هي الحمى، صعوبة في التنفس، السعال، الألم في الحلق والصداع. صحيح لا يوجد حاليا لقاح محدد أو علاج الفيروس، لكن يمكن معالجة المرض بعد عزل المريض في المستشفى ومعالجة الأعراض وتقوية الجهاز المناعي عنده إلى حين شفائه التام. نسبة الوفيات لا تتعدى 2%، وهي تكون أكثر للي عندهم مناعة ضعيفة أو كبار في السن. لكن الاحتياط واجب يا سعيد عند الجميع، وأول وسيلة للحماية هي بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام الجل المعقم والمناديل على الفم والأنف أثناء العطس والسعال، والابتعاد عن اللي يعانون من عدوى تنفسية 2 متر على الأقل. وإذا تبقى أي معلومات أو دعم تقدر تتصل بهالأرقام قدامك. واحذر يا سعيد من الكلام والإشاعات اللي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخذ معلوماتك من الجهات الرسمية في الدولة. الله يبعد عنا كل الأمراض، وعساكم دوم صحة وسعادة.